مرحبا بكم انا متحمس لما ساقوله عنوان المحاضره الجي بي اس الداخلي الخاص بك الان دعوني ابدا بسؤال ساسال وكونوا صرحاء معي ما هو هدفك الاساسي في الحياه بمعنى اخر اي رغبه تفوق كل رغباتك كن صادقا لانه ان صدقت لن تجد نفسك في مكان لا تريده فمثلا إن أخذت هاتفي واتجهت للمول، وضبطت هاتفي على عنوان المول، أو ظننت أني فعلت ذلك، وإذ بي في المطار، سأغضب حين أرى بوابة واحد، بوابة اثنين، سأقول: "ماذا؟ لأني وصلت مكانًا لا أريده. هذا لأني ضبطت الجي بي إس بشكل خاطئ. فسؤالي هو على ما ضبطت الجي بي اس الداخلي هدفك الأساسي هو ما سيضبط عليه الجي بي اس قال بولس هذه الكلمات أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا لقد ضبط الجي بي اس كان يعرف ماذا يريد ولا يمكن منعه وسيواجه أي دقات أو محن ليصل إلى الهدف المكتوب على الجي بي اس الخاص به حسنا إذن هل الجي بي اس مضبوط؟ على الحصول على بعض المال ام على جمع اصدقاء ام على الحصول على الشهره او طريقه معيشه معينه ام ان تكون الافضل في عملك ربما تريد هذا كله طبيعي لكن ما هي الرغبه الاهم من غيرها هذا هو السؤال الان حسنا هذا التمييز مهم جدا لانه ان وصلنا الى طريق متفرع علينا الاختيار مثلا اريد الذهاب الى المول والى البقال واظن انهما متجاوران ويجب ان اذهب الى مكان واحد فضبطت الجي بي اس على المول ظانا ان البقال بجواره سيبدا الجي بي اس في ايجاد الطريق الى المول والبقال ثم يتفرع وياخذني للمول وسيكون البقال بعيدا وليس لدي وقت وكنت جائعا ساحبط المول اختياري الثاني والبقال الاول هذا ما احاول ان اجعلكم تفعلوه حددوا ما هو هدفكم الاساسي هذا مهم لضبط الجي بي اس بطريقه صحيحه لذا لو هدفك ان تصير مهذبا ومستقيما ومعروفا بصلاحك بصحه جيده وغنيا ربما تصبح كالشاب الغني رجل مخلص ينقصه شيء لو هدفك جمع اصدقاء ربما تصبح كهارون بين جمهور، جمهور عظيم كما يظن، وهو محط أنظارهم، ولكنه يبعد قلوبهم عن الله. ربما تريد أن تكون فنانًا أو قائدًا أو تريد أن يكون لديك أتباع على تويتر أو فيسبوك. ربما تحقق هدفك، ولكن تصبح كعزية الذي كان معروفًا في الأمة ولكنه مات وحيدًا. ربما الجي بي اس الخاص بك مضبوط على هدف نبيل. تريد أن تعطي الفقراء وتساعد ضحايا الظلم الاجتماعي. قال بولس: إن أعطيت الفقراء وساعدت ضحايا الظلم الاجتماعي، هذا غير كافٍ. كورنثس الأولى 13-3. ربما تريد أن تتبرع بكرم فتصبح كحنانية وسفيرة تبرع بالكثير ومات في نفس اليوم بالنسبة لي كنت أظن أن هدفي نبيل منذ سنين كنت أصلي كل صباح لساعة ونصف كل صباح كنت أخرج وأصلي وأصرخ استخدمني يا رب استخدمني في الشفاء ولاربح الكثيرين ليسوع ارسلني للامم لاربح الضائعين ليسوع استخدمني لاحرر ولاكرز بالانجيل للعالم وكنت حرفيا كثيرا ما اصلي بحراره واصرخ يا رب اعطني نفوسا وبعد عام ونصف ذات يوم قاطعني الروح القدس قائلا صلاتك خارج الهدف والجي بي اس خارج الهدف أذكر أني شعرت بالإهانة قلت ماذا؟ هل تقصدني أنا أم ابن آخر من أبنائك وخلطت بيننا؟ أصلي أن أقود الناس ليسوع وأربحهم له فقال للرب يهوذا بشر وشفى مرضى وترك الكل وتبعني وحرر الناس لكنه هلك وحين قال هذا، ارتعشت، أفهم معنى الرعشة، أنا ارتعشت فعلا. قلت يا رب، ماذا يجب أن يكون هدفي؟ فأراني شابا غنيا آخر. كان هذا أميرا، وكان اسمه موسى. تربى موسى في أروع بيت في العالم وقتها تخيلوا حياه موسى يعيش في القصر لا ينظف حماما ولا يرتب سريرا ولا يطبخ ابدا او يغسل طبقا يطلب من الطباخين ما يريده فيصنعونه لديه سيارات من افخم الانواع وكل ما كان يشتهيه ان مل من القياده لديه سائقه الخاص يمكن ان يفعل ما يخطر على باله ان اراد سباقا يقام سباق او ان يقود كشافه يقود كما انه حلم كل فتاه في البلد يمكنه الحصول على صديقات او على زوجات ياخذ ما يريده كان من اكثر الرجال حظا في العالم كله لأنه لم يكن يمنع عنه شيء عدا العرش، ومن يريد أن يهتم بمدينة 24 ساعة، أنا أستمتع بدون قلق، مستمتع، ولكن مكتوب في عبرانين 1124، بالإيمان موسى لما كبر رفض امتيازات القصر المصري، مفضلا بالأحرى أن يُذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي. ماذا يحدث هنا؟ الجي بي إس الخاص بموسى أشار إلى أن رغبته لن تتحقق حيث يسكن. ففي العدد السادس والعشرين نقرأ حاسبًا عار المسيحي غنى أعظم من خزائن مصر؛ لأنه كان ينظر إلى المجازاة. السؤال هنا، ما هي هذه المجازاة؟ البعض يقول ارض الموعد لا اظن لم يكن فيها ما هو افضل من ارض مصر لان مصر كانت خصبه ولا اظن ان موسى بنى بيتا افضل من بيته اين المجازاه انه يترك كل شيء من اجلها المجازاه لم يعرفها حتى خرج ولكنه عرفها بعد سنوات كما لو انك تعيش في فيرمونت وانت تكره البرد وتقرر قصد الجنوب إلى الشاطئ وتبدأ الطريق وتصل فيرجينيا وتدخل بنزينة فيها صورة لشاطئ فتقول سأذهب إلى هذا المكان فتضبط الجي بي إس وتذهب للشاطئ موسى ترك موسى القصر المصري عالمًا أن ما يريده لن يجده هناك وعرفه بعد سنوات بعد سنوات قابل الله وعرف أهم شيء أراده وهو حضور الله لان مجازاته اعلنت له بعدها بسنوات بعد سنوات خرج اسرائيل من مصر وعاشوا على المن اريدكم ان تفكروا اسمعوا جيدا ربما تقولون واو المن رائع تخيل ان تاكل دجاجا اربعين سنه حسنا ثيابهم لم تبلى لم يكن لديهم محلات تخيل أن ترتدي نفس الحذاء أربعين سنة ظروف قاسية جدا احتاجوا أحيانا لتدخل إلهي وقال الله لهم في خروج 33 وقال الرب لموسى كان على الجبل وحده مع الله وقال الله اترك هذا المكان أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها وانا ارسل امامك ملاكا واطرد كل هؤلاء الشعوب فاني اسمعوا ماذا يقول فاني لا اصعد في وسطك بنفسي هذه هي الارض التي انتظرتموها اربعمائه وثلاثين عاما خذوها سارسل ملاكا يطرد العدو انا لن اذهب والان يا لها من فرصه اقصد معدل الموافقه عليه كان منخفضا مع الشعب كل ما عليك فعله هو القول هيا هناك ملاك سيقودنا للداخل سيحتفلون ومعدل الموافقه يعلو ممتاز لكن موسى قال له في عدد خمسه عشر ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا ماذا يقصد افضل ان اعيش في هذه الظروف القاسيه لا تصعدنا منها هنا كانوا في ظروف قاسيه في الصحراء لا محلات لا واحات لا انهار لا اشجار جو جاف افضل ان اكون وسط هذا في حضورك عن ارض الموعد بدون حضورك تلك كانت مجازات موسى هل تتخيل فرح الله بسماع هذا قولوا فرح عرض الله أمرا وهو لم يقبله وكمثال كنت مع عليزة في إجازة وإذ بملعب جولف فقال صديق لنلعب الجولف فقالت زوجتي اذهب حبيبي والعب لأنها تعرف كم أحب الجولف وأذكر أني قلت لها لا يا حبيبتي سأقضي اليوم معك كانت ستفرح جدا إن لعبت الجولف، لكنها فرحت أكثر لأني فضلتها على الجولف الذي أحبه. لذلك كان اليوم رائعا معها، لأنها رأت أني فضلتها على أمر أحبه. قدم الله العرض لموسى وليس لإسرائيل، لأنهم إن كانوا اختاروا مصر، ها؟ فسيختاروا أرض الموعد. فلم يقدم العرض لهم لأنهم يريدون الوعود. لا الحضور موسى اراد حضوره اكثر من وعوده الجي بي اس الخاص به مضبوط كان يعرف الى اين يذهب لماذا كان الضبط مختلفا فكروا في الامر انه مذهل موسى الذي تربى كما حكيت لكم لم يقل يوما اريد الرجوع الى مصر مروا بنفس الظروف القاسية ولكن إسرائيل منذ خرجوا من مصر يقولون مصر كانت أفضل لنا نريد الرجوع. لماذا هذا؟ لأن موسى تقابل مع الله في العُليقة. موسى أخذهم من مصر إلى أين؟ ليس إلى أرض الموعد، بل أخذهم إلى الجبل حيث قابل الله هناك. الناس يظنون أن موسى ضبط وجهته لإيصالهم لأرض الموعد. لا، قال لفرعون: أطلق شعبي ليعبدوني في البرية. لم يأخذهم لأرض الموعد بدون من وعد بها؟ سيحولونها إلى مكان وثني. كثيرون يأتون ليسوع من أجل عطاياه. الخلاص، الشفاء، البركة، النجاح، السلام، الحب. كم امرأة تتزوج برجل لماله؟ تحبه لكن لسبب خاطئ قال موسى يا رب ظروفي لا تهمني اريدك انت كان يعرف انه لكي تعرف شخصا تجلس في محضره يمكنك ان تعرف عنه ولكن لن تعرف شخصه الا في محضره موسى اخرجهم من مصر واخذهم الى المكان الذي قابل فيه الله اخذهم الى سيناء الى العليقه انظر ماذا قال له الله, الله قال الله لموسى تخبر بني اسرائيل انتم رايتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي ارايتم قال الله اخرجتكم من مصر لسبب واحد لتاتوا الي اريد ان اعرفكم انا ابوكم لدي قلب اب انظروا الى العدد السادس قال يا موسى قل للشعب انتم شعب خاص مملكه كهنه وامه مقدسه هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني اسرائيل الكاهن يقترب الى الله لنفسه او لاخرين يقول الله اريدكم ان تكونوا كهنتي اريد ان اقترب منكم جئت بكم الي ويقول الله حسنا موسى انت تعرف الشعب وتعرفني سهل اجتماعنا إن كان هاري يعرف جين وهاري يعرف إبريل وإبريل لا تعرف جين هاري سيعرفهما حسنا موسى يعرف الله فقد قابله ويعرف الشعب فيقول الله تعالى قدمني لهم صحيح إذن يقول الله حسنا هذا ما سنفعله عدد عشرة وأحد عشر، اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغداً، اجعلهم يستعدون للقائي، وليغسلوا ثيابهم، ويستعدوا اليوم الثالث، لحظة، هل الله متشدد؟ للعادات الصحية؟ يغسلوا ثيابهم؟ ما معنى هذا؟ تذكروا، كل شيء ظاهري في العهد القديم، داخلي في العهد الجديد، ماذا يقصد؟ دنسوا مصر على ثيابكم. لا يمكن أن تكون لي علاقة معكم ومع العالم. مصر رمز للعالم. أريد علاقة معكم. دون تنافس مع حبيبكم مصر. انزعوا دنس مصر. أريدكم لي فقط. إذا يقصد لا أريد حبا استغلاليا. ماذا أقصد بهذا الكلام المتخالف قليلا؟ كثيرا حين أسافر وقد حدث هذا في العام الماضي أنا وليزا كنا في محل أثاث كان معنا كما ظننت رجل وابنته واكتشفت بعد حديثهم أنهما يعيشان معا ويفرشان بيتهما الجديد. كان رجلا سمينا وغير وسيم، وهي كانت نجمة، ملابس ضيقة، جسم رائع، شابة، أصغر منه بكثير. حسنا، ما الذي يحدث؟ إنه غني ويعرف. حسنا، وهي تعرف، تريده لغناه، ولكنه موافق لأنه يريد الجنس. يريد شابة رفيقة. يستغلان بعضهما. لا تسيء فهمي، هناك زيجات بفارق سن كبير ويعيشان في حب، اعرف زوجين الفرق بينهما كبير ويعيشان في حب. ليست كل الزيجات هكذا، لا تفكر بالامر. هذه الحالة كانت واضحة لان وجه الفتاة كان حزينا. لا حياة ولا فرحة. يقول الله لا اريد هذا. لا أريد أن تريدوني بسبب ما أعطيه، ولا أريد رفيقة، عروسا صغيرة معي، أريد أناسا يحبونني. يقول الله لا أريد استغلالا، تخلصوا من حبيبكم مصر والدنس. دعونا ننتقل للعهد الجديد، هل يوجد نفس الشيء؟ نعم، انظروا إلى بولس. في كورنثوس الثانية ستة. كما قال الله اني ساسكن فيهم واسير بينهم هذا يعني ساعلن عن حضوري بينكم واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا لهذا اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فاقبلكم الله يرحب بنا في محضره بشرط ان نتخلص من دنس العالم واكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء لان لنا هذه الوعود ايها الاحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح. تقول ترجمه اخرى لنطهر ذواتنا من كل ما ينجس جسدنا او ارواحنا مكملين القداسه في خوف الله. مره اخرى في العهد الجديد يقول لا اريد استغلالا. اريد علاقه حقيقيه اريدكم أن تريدونني لشخصي وأنا أريدكم لشخصكم وليس لما سأفعله بكم أريدكم أن تريدوني لشخصي أفهمتم؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org موقع لتنزيل الفيديوهات وغيرها مجانا اختر لغتك اختر ما تريده من المكتبة الشاملة كتب إلكترونية رسائل فيديو كتب وتعاليم مسموع، برامج تلفزيونية وكتب مقدسة لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org لهذا يقول الرسول يعقوب أم تظنون أن الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا الروح القدس يشتاق اسمعوا يشتاق إلى الحسد حسنا يشتاق تعني يتوق بشدة على الدوام لمن؟ لكم يشتاق لكم على الدوام أحب هذا أنا وزوجتي نحب بعضنا لكن إن أيقظتها قبل الفجر لن تشتاق إليّ وأنا نفس الشيء سأقول لماذا توقظيني؟ الله يشتاق إلينا باستمرار فكروا يشتاق إذا هل رأيتم شابا يحب فتاة ويشتاق إليها؟ وهي مشغوله باخرين كم ينكسر قلبه اريد ان اتزوجها وساعتني بها اكثر من هؤلاء احبها اكثر منهم وهي مشغوله بهم وهو مشتاق الروح الذي فينا يشتاق اليك الله يشتاق اليك هذا ما يقوله الله لموسى لقد اخرجتهم فقط لاحضرهم الي لقد ارسل يسوع فقط ليحضرك اليه لانه يحبك انظر أم أم تظنون أن كتاب يقول باطلاً الروح الذي حل فينا يشتاق إلى ما الكلمة؟ ما الكلمة؟ ماذا يقصد؟ دعوني أوضح لكم بهذه الطريقة تظنون أن زوجتي ليزا ستشاركني بأسرارها وأشواقها وتتقرب مني إن كان لي علاقة بفتاة أخرى؟ لا إن نظرتم لما يقول يعقوب في الآية السابقة تسعى وراء صداقة مع العالم، أنت زانٍ. من هو الزاني؟ إنه من تعهد بعلاقة مع شخص وانتهى كالعهد بعلاقة مع آخر. لاحظوا أنه يقول الكتاب يقول يقتبس كل ما قاله الله عن غيرته، الله لا يغار منا بل علينا. يريدنا لنفسه. والآن يقول: أما تعلمون أن محبة العالم عداوة؟ قولوا عداوة. لله يقول فمن أراد أن يصادق العالم صار عدوا لله والآن ما معنى يصادق كلمة صداقة في اليونانية فايلوس أي يحب متحاب يرتبط فايلية أو فيليا تعني صاحب أو يصاحب يقول دبليو إي فاينز هاتان الكلمتان تقدمان فكرة أن تحب وأن تحب أيضا إذا من أراد أن يصادق العالم فقد صار عدوا لله أي من أراد أن يحب العالم ويحب من العالم صار عدوا لله حسنا كيف يرتبط هذا بكلمات يسوع قال يسوع في يوحنا خمسة عشر تسعة عشر يقول العالم سيحبكم كخاصته إن كنتم منه ولكن لأنكم لستم من العالم، بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. حسنا، سؤال هل يبغضنا العالم؟ يسوع يقول نعم، يثير هذا سؤالا في ذهني، السؤال هو: إن أبغضنا العالم، كيف نعيش ونعمل ونثمر؟ كيف نكرز للعالم ألا نؤثر عليهم أكثر إن كان العالم يحبنا أسئلة صعبة ويجب أن تجاب يجب أن نفهم سياق ما يتحدث عنه وسنناقشه لاحقا يوحنا على الجانب الآخر يقول لا تحب العالم يسوع يقول العالم يبغضكم ويوحنا يقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم اتضح الأمر الله يغار حسنا لم يقل لنا أريد علاقة معكم ولكن يبقى أحباؤكم معكم لا أهتم زوجتي لن تسمح لي بهذا أنا لن أسمح لها بذلك لماذا سيسمح الله؟ لماذا نرى أن الله يؤيد زنانا مع العالم؟ هذه الأسئلة يجب أن تسأل اليوم لأن العالم دخل الكنيسة لنعرف العالم. العالم باليونانية كوزموس. ومعناها العالم الحالي نظام الأشياء المضاد لملكوت المسيح. لذا فهو دائما مرتبط بالزوال وعدم الاستحقاق والرغبات الغريبة. هذا من قاموس The Complete World Study. إن هدأنا ونظرنا إلى مجتمعنا نجده يتغير كثيرا إنه زائل. التغيير غالبا جيد. تقدم تطور تطور علمي نمو كل هذا جيد الله يحب هذا اثمروا واكثروا لكن بالنسبه الى الاخلاق يرى الله تغير الاخلاق خطوه في البعد عنه وليس ناحيته في المجتمع المقبول اخلاقيا اليوم غالبا ما كان يعتبر خطا اجتماعيا واخلاقيا بالامس ساعطيكم مثالا نصطف لمشاهده فيلم من الافلام للكبار فقط هذا الفيلم يحتوي على زنا علني دعاره علنيه نطق اسم الله باطلا سحرا عرافه الامر ليس في شخصيات الفيلم بل في النجوم الصالحين الساكنين معا الآن خذ نفس فيلم الكبار فقط هذا وارجع ستين سنة إلى الخمسينات ماذا سيحدث؟ غضب سيعترض الناس سيقاطعونه كيف يتجرؤون ويعرضون رجلا وامرأة في السرير وبدون ثياب ماذا حدث؟ هل أصبحنا أذكى أفضل؟ لا ان العالم زائل ببساطه كوزموس هو ثقافه صنعتها عقول معتمه يوحنا الاولى خمسه تسعه عشر العالم كله قد وضع في الشرير مكتوب بوضوح ان كل شيء يمنحه العالم كل شيء محصورا في هذه شهوه العيون شهوه الجسد تعظم المعيشه اي المقام والصيت بمعنى اخر لتجمع كل ما في العالم هذا هو الرغبه واللذه والصيت موسوعه كلمات الكتاب تقول العالم ليس الاشتراك في الاعمال التي تعتبر مريبه ولكنه تبني غافل لوجهات نظر وقيم ومواقف في ثقافتنا دون اخضاعها لحكم كلمه الله ببساطه نحن مصدر وضع مقاييس الخير والشر والان قبل ان اتعمق اكثر اريد سرد ما لا يجب ان يطلق عليه العالم وسبب سرد هذا ما ساقوله الحرفيه قاتله والحرفيه هي ما تسلل للكنيسه ونفر الناس من جمال القداسه ففي المحاضرتين التاليتين ساتحدث عن القداسه وكم هي رائعة وما يفوتنا بسبب غيابها، قبل ان اتحدث عنها لنتحدث عن الحرفية، لأن هذا ما منع الناس من التمسك بالقداسة. الكتاب يقول اتبعوا القداسة كمؤمنين. أنتم معي سوف أقرأ لكم هذا الأمر. عند تعريف العالم يتم التركيز على الشكل أكثر من الدافع. الحرفية كلمه عائمه ساعرفها الحرفيه هي الامتثال المدقق للناموس او التشريعات بالحرف اكثر من الروح الحكم على السلوك او الامتثال لقوانين محدده جميعنا سمعنا قصصا مرعبه عن المسيحيه الميته قساوسه يخبطون كتبهم على المنبر معلنين قواعد يجب على الناس اتباعها بدقه المرأة لا ترتدي سروالا أو ملابس تواكب الموضة ولا تتزين ولا تقص ولا تصبغ شعرها والرجال لم يسلموا من تلك العظات يتم فحص الملابس الحديثة والوشم وطول الشعر وليس هذا فقط يدينون من يظهرون في حفلة مع خطاط من يحضرون المسارح أو تجمعات أخرى ينتقدون الأصدقاء من خارج دائرتهم يفحصون والطرق الجديدة في التبشير غالبا ما يسمونها ارتدادا وتشمل قائمة الممنوعات الرقص وحضور المناسبات والموسيقى والتلفاز والإضاءة المميزة، هذه قائمة صغيرة من التعليمات. سردت جزءا صغيرا فقط، لكن هناك المزيد من أشكال الحرفية الأكثر خطورة. وهي معايير مفروضه ذاتيا لينفذها الناس ليحصلوا على الخلاص وينموا روحيا ويحكموا على مظهر الناس الخارجي وكمثال لهذا ارضاء الله بالصلاه لساعات اكثر وبكم الصوم او قراءه اجزاء يوميه من الكتاب وكاننا نصارع لنخلص فنخضع للرغبه في عقاب انفسنا على الاخطاء التي ارتكبناها هذا يصرف الانتباه عن دم يسوع ويعيده لنا هذه الحرفيه هذا هو العالم الحرفيه يمكن ان تظهر في ايماننا باننا مميزون عند الله لاننا نخدم او ان صلاتنا تستجاب لاننا لم نرتكب خطيه كبيره مؤخرا نعتقد اننا نملا حسابنا البنكي الروحي بالسلوك الجيد والاعمال الحرفيه لا تسمح بالراحه او بالمتعه بسبب الضغوط الناتجه عن الانشغال الشديد بالخدمه سواء اكانت اداريات او تطوعا او مع الفقراء المحبه ليست الدافع الدافع هو محاوله ارضاء الله الفريسي الذي ادان العشار الخاطئ هو صوره واضحه للحرفيه ماذا تفعل الحرفيه تسلب الفرح تعرفون ماذا يقول الكتاب يقول ليس ملكوت الله اكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح. الفرح هو دعوة للضالين، عندما يرى الضالون فرحنا مهما كانت ظروفنا يقولون ماذا بكم؟ بعض هؤلاء التابعين للحرفية الذين وعظوا عن العالم بشكل حرفي لم يقرأوا هذا. متم مع المسيح وحرركم من قوى هذا العالم. الروحيه فلماذا تفرض عليكم فرائض العالم لا تمس ولا تذق ولا تجس التي حسب تعليم الناس هي جميعها للفناء في الاستعمال التي لها حكايه حكمه ربما تبدو جيده اذ تتطلب عباده نافله وتواضعا وقهرا للجسد ليس بقيمه ما من جهه اشباع البشريه نسب بولس القوانين الحرفيه الخاصه بالتكريس وانكار النفس وتهذيب الجسد الى قوى هذا العالم الحرفيه لا يقصد ان الخلاعه والدعاره والقتل والسرقه والسكر ليست من العالم لكن شكلها مختلف المقيدون بالحرفيه غالبا ما لا يدركون ان العالم الذي يعظون بقوه عن البعد عنه هم مقيدون به الحرفيه لا تنقي القلب والقلب هدف العالم بفهم لما هو ليس العالم في المحاضره التاليه سنقول ما هو العالم ومحبه العالم وكيف يسلب اجمل ما يمكن ان نعيشه هل استفدتم